السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصور الآن من أمام أشجار البومبكس، من أعظم وأفضل منظر للأشجار في العالم بدون مبالغة. منظر يكتسي بالحمار وحجم الورد ما شاء الله ولمعانه. وتو أشجار ذي شوف أغلبها إلى الآن ما فتح وردها، هذا يعني كمية من الأزهار اللي توه ما فتحت وما شاء الله رائعة، أحجام ما شاء الله ضخمة جدا، وتوه بقي على تزهيرها اكتماله تقريبا 20 يوم إلى شهر. ما شاء الله شيء رائع، وأتمنى من الله العلي العظيم سبحانه أن نشجر بكمية كبيرة من أشجار البومبكس وكذلك أشجار الكوريزيا مناطق المملكة كلها. منظر ولا أروع جدا صراحة. أعيش أنا حاجة رائعة جدا جدا، يليتكم تشاركوني هذا الشيء. ما شاء الله أشجار كثيرة جدا، وراء فيه كثير ورائعة ما شاء الله. الله يطرح البركة ويمكننا إن شاء الله من تشجير بلدنا الحبيب مملكتنا الغالية بهذه الأشجار العظيمة الملفتة الجبارة ذات الورد اللماع الكبير، وتنفع للزهر وتنفع لكل شيء ما شاء الله تبارك الله. أشجارها وشتلاتها موجودة عندنا مشتل فتح بريدة. حياكم الله.